السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، مسرورة بلقائكم للمشاركة في مسابقة الحكي بصوت الحكواتية حليمة سجاع، طالبة بالفصل الثاني لتخصص علم النفس بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الحسن الثاني عين شق الدار البيضاء. فأهلا وسهلا بكم. قصة البخيل وزوجته. تزوجت خولة بنت الإمام علي الرضا رحمه الله تعالى من تاجر قماش بخيل، وذات يوم اشترى دجاجة وطلب منها طبخها، وأثناء العشاء سمع طرقا على الباب. فتح الزوج فوجد رجلا فقيرا يطلب بعض الطعام. رفض الزوج أن يعطيه شيئا وصاح به وقال له كلاما قاسيا وأغلق الباب في وجهه، ثم عاد إلى طعامه. قالت خولة: لماذا أغلقت الباب هكذا في وجه السائل؟ فقال البغدادي بغضب: وماذا كنت تريدينني أن أفعل؟ فقالت: كان من الممكن أن تعطيه قطعة من الدجاج أو تقول له كلمة طيبة. لكنه لم يلتفت إليها فأكل دجاجته وذهب إلى متجره. وعند وصوله كانت المفاجأة، لقد احترق المتجر بما فيه. عاد الرجل حزينا كئيبا إلى بيته وقال لزوجته: لقد جعل الحريق المحل رمادا وأصبحت لا أملك شيئا. فأخذت خولة تواسيه فقالت: لا تيأس من رحمة الله. وهنا رد عليها بحدة: اذهبي إلى بيت أبيك فأنا لا أستطيع الإنفاق عليك. ثم طلقها بدون علمها. وبعد مرور سنتين تزوجت خولة من ميثم الكوفي، وكان معروفا بجوده وكرمه ولطفه بين الناس. وفي يوم من الأيام كانت تتناول العشاء مع زوجها الكوفي فطرق الباب، فنهضت لترى من الطارق، فرجعت وقالت لزوجها: هناك سائل يشكو شدة الجوع. فقال زوجها: أعطه إحدى الدجاجتين، تكفينا واحدة، لن نخيب رجاء من يلجأ إلينا. فبكت خولة فسألها: ماذا يبكيك؟ فأجابت: أنا أبكي لأن السائل هو البغدادي زوجي السابق. فقال لها: إذا كان السائل الذي دق بابنا هو زوجك الأول فوالله كنت أنا السائل الأول. قد يعجب السامع للقصة من هذه الصدفة الغريبة، لكن الله تعالى يقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس، دمتم في رعاية الله.